أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس ومع الدرس الأول لمادة علم الأرض لطلاب المستوى الخامس للمرحلة الثانوية بعنوان انجراف القارات. سوف نتعلم بإذن الله اليوم مفهوم فرضية الانجراف القاري، الأدلة التي جعلت العالم فاغنر يقترح أن القارات قد تحركت، كيف دعم دليل المناخ القديم فرضية انجراف القارات؟ لماذا لم تحظى فرضية الانجراف القاري بالقبول في البداية؟ فلنبدأ على بركة الله. عزيز الطالب، هل فكرت يوما أن القارات كانت متلاصقة؟ انظر إلى خريطة للعالم، دقق النظر في الحدود الخارجية للقارات، فلو نظرنا للحدود الغربية لقارة أفريقيا والحدود الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية، ماذا نلاحظ شكلا؟ ألا يوجد تشابه كبير في الحدود الخارجية للقارات؟ بحيث أن هذه القارات لو اقتربت من بعضها البعض لتلاحمت والتصقت وأصبحت قطعة أرض واحدة. تدل جيولوجية القارات وأشكالها أنها كانت متصلة معا يوما ما، وأول من اقترح فكرة أن القارات متلاصقة ثم ابتعدت عن بعضها البعض هو العالم الألماني ألفريد فاغنر في عام 1912 ميلادي في بداية القرن الماضي. فاغنر طور هذه الفكرة تحت مسمى فرضية الانجراف القاري، وتنص هذه الفرضية على أن القارات كانت مجتمعة معا في قارة واحدة سماها فاغنر بانجيا قبل 200 مليون سنة، ثم انجرفت حتى وصلت إلى مواقعها الحالية. قبل 200 مليون سنة كانت القارات مجتمعة معا في قارة واحدة تسمى بانجيا. قبل 180 مليون سنة تشققت بانجيا إلى كتل قارية أصغر، ثم انجرفت وبدأ تشكل المحيط الأطلسي. قبل 135 مليون سنة بدأت قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية في الانفصال عن الأخرى، وهنا يظهر المحيط الأطلسي. قبل 65 مليون سنة تحركت الهند شمالا نحو قارة آسيا. الهند كانت يوم الأيام ملتصقة بأفريقيا، لكن قبل 65 مليون سنة بدأت تتحرك باتجاه شمال نحو قارة آسيا. الوضع الحالي للقارات، نلاحظ اصطدمت الهند بآسيا وتكون نتيجة هذا الاصطدام جبال الهيمالايا، وانفصلت أستراليا عن القارة القطبية الجنوبية، وتشكلت حفر انهدام في شرق أفريقيا، وما زالت القارات تتكون. حفر الانهدام هي أماكن أو الحدود التي يحدث فيها انفصال أو ابتعاد للقارات عن بعضها البعض. في هذا المقطع محاكاة لحركة الصفائح منذ 200 مليون سنة، نلاحظ هذه القارة الأم أو بانجيا كانت القارات متصلة مع بعضها البعض ومتلاصقة مع بعضها البعض في كتلة قارية واحدة تسمى بانجيا. ثم بعد ذلك بدأت هذه القارة الأم في الانفصال إلى قطاع قارية أصغر، فنلاحظ كيف تتشكل هذه القارات. هذا المحيط الأطلسي الآن تتضح معالمه منذ تقريبا 100 مليون سنة، والهند بدأت تتحرك نحو آسيا وتصطدم منذ 50 مليون سنة في قارة آسيا، وينتج عن ذلك جبال الهيمالايا. 20 مليون سنة بدأت تظهر معالم القارات الحالية، 50 ألف سنة تقريبا وضع القارات مشابه لهذا الوضع، وهذا هو وضع القارات الآن في الوقت الحاضر. ما هي أدلة العالم فاغنر على حركة الصفائح؟ جمع ألفريد فاغنر أدلة صخرية ومناخية
وأحفورية تدعم فكرة حركة الصفائح، إما من الصخور أو المناخ القديم أو الأحافير تدعم فكرة حركة الصفائح. والأحافير هي ما تبقى من الكائنات الحية التي عاشت على الأرض منذ آلاف أو ملايين السنين وحفظت حفظا طبيعيا. أعزائي الطلاب، نتكلم الآن عن أدلة العالم فاغنر على حركة الصفائح. وأول هذه الأدلة التكوينات الصخرية. وجود تشابه في أنواع الصخور على جانبي المحيط الأطلسي دليل على حركة الصفائح، بمعنى أن الصخور الموجودة في غرب أفريقيا تشبه تماما الصخور الموجودة في أمريكا الجنوبية من ناحية الشرق، والصخور الموجودة في أمريكا الشمالية تشبه الصخور الموجودة في أوروبا الغربية، وكذلك السلاسل الجبلية على امتداد واحد وأيضا متشابهة صخريا. هذا دليل على أن القارات كانت يوم الأيام قطعة واحدة ثم بعد ذلك ابتعدت عن بعضها البعض. الأحافير أيضا أيدت حركة الصفائح. ففاغنر استدل بالأحافير لأن العثور على أحافير حيوانية ونباتية كانت تعيش على اليابسة وتنتشر انتشارا واسعا في القارات، عندما كانت القارات مجتمعة معا في قارة واحدة. ومن هذه الأحافير نوع من الزواحف يسمى الميزوسورس، نوع من أحافير الزواحف يسمى الميزوسورس، هذا موجود في أمريكا الجنوبية وفي جنوب أفريقيا وفي القارة القطبية الجنوبية. فعندما كانت القارات ملتحمة ملتصقة كانت هذه الكائنات تنتقل خلال هذه القارة. أيضا من الأدلة أعزائي الطلاب التي أيدت حركة الصفائح المناخ القديم. كيف نتعرف على المناخ القديم؟ من خلال الأحافير. فاستطاع فاغنر أن يحدد المناخات القديمة من خلال دراسة الأحافير، حيث عثر على حفورة الجلاسا بيتروس. الجلاسا بيتروس نوع من أنواع النباتات الدالة على المناخ المعتدل في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية والهند. وهذا دليل على أن القارات كانت ملتحمة وملتصقة مع بعضها البعض. وقد فسر فاغنر هذا الدليل بأن الصخور في هذه الأماكن التي تحوي أحفورة هذا النبات لا بد وأنها كانت متصلة معا يوما ما في مناخ معتدل. هذا النوع من الأحافير الجاسا بيتروس يدل على المناخ المعتدل. نجد أحافير الآن في القارة القطبية الجنوبية. إذن القارة القطبية الجنوبية كانت يوم الأيام قريبة من خط الاستواء أو في المناخ المعتدل، ثم بعد ذلك تحركت وابتعدت عن هذا المكان، وهذا دليل على حركة الصفائح. أيضا من الأدلة التي ذكرها فاغنر على حركة الصفائح ولها علاقة بالمناخ القديم توضعات الفحم الحجري. كلنا نعلم أعزائي الطلاب أن الفحم الحجري هو عبارة عن بقايا لنباتات قديمة. توضعات الفحم الحجري أخذها فاغنر على حركة الصفائح. فأخذ فاغنر وجود الفحم الحجري في الصخور الرسوبية في القارة القطبية الجنوبية دليل على أن القارة القطبية الجنوبية كانت يوما ما على خط الاستواء أو قريبة منه في الزمن البعيد، وهذا يعد دلالة قطعية على انجراف القارات، لأن الفحم الحجري لا يتكون إلا في المناخ الحار أو المعتدل في المناخ الحار. أيضا أعزائي الطلاب، من الأشياء التي تدل على حركة الصفائح الترسبات الجليدية. عندما كانت القارات مجتمعة معا في قارة واحدة كانت أجزاء منها تغطى بالجليد، فنشاهد أفريقيا يغطيها الجليد وأجزاء من الهند وقطعا القارة القطبية الجنوبية وأستراليا.
فوجود هذه الترسبات التي يعود عمرها إلى 290 مليون سنة في عدة قارات جعلت فاغنر يقترح أن هذه القارات كانت مجتمعة معا ومغطاة بالجليد في ذلك الوقت. وعندما استقلت هذه القارات وتحركت بقيت هذه الترسبات الجليدية محفوظة في صخورها، وهذا دليل على أن هذه القارات كانت قريبة من القطب ثم بعد ذلك تحركت. فالترسبات الجليدية أيدت فرضية الانجراف القاري. أعزائي الطلاب، لماذا لم تحظى فرضية انجراف القارات بالقبول في البداية؟ ويعود ذلك لوجود مشكلتين واجهت هذه الفرضية. المشكلة الأولى أن هذه الفرضية لم توضح على نحو مقنع القوة التي يتطلبها دفع الكتل الكبيرة من القارات، حيث ذكر فاغنر أن السبب في حركة القارات يعود لدوران الأرض حول نفسها، وقد يكون هو القوة المسؤولة عن ذلك، وهذا الشيء غير مقنع. المشكلة الثانية هو تساؤل العلماء عن آلية حركة القارات، حيث اقترح فاغنر أن القارات تحركت فوق قيعان المحيطات، وكان يعتقد في ذلك الوقت أن ستار الأرض الذي يقع أسفل القشرة الأرضية صلب، فكيف تتحرك القارات وهي مادة صلبة عبر شيء أو عبر جسم صلب؟ وهذا أيضا غير مقنع للعلماء عن آلية حركة الصفائع. فهاتين المشكلتين هي التي جعلت فرضية انجراف القارات لم تحظى بالقبول في البداية. أعزائي الطلاب، تعلمنا اليوم في درس انجراف القارات الآتي: يوحي تطابق شواطئ القارات على جانبي المحيط الأطلسي بأن القارات كانت مجتمعة يوما ما، وكذلك تعلمنا أن فرضية الانجراف القاري فكرة وضعت في بداية القرن الماضي تنص على أن القارات متحركة، وأيضا عرفنا أن فاغنر جمع أدلة من الصخور والأحافير والمناقات القديمة لدعم فرضيته، وعرفنا كذلك كيف دعم المناخ القديم فرضية الانجراف القاري، وأيضا تكلمنا لماذا لم تحظى فكرة الانجراف القاري بالقبول، لأنها لم تقدم تفسيرا حول كيفية حركة القارات وما يسبب حركتها. أعزائي الطلاب، ملخص درس اليوم: فرضية الانجراف القاري وضعها العالم الألماني ألفريد فاغنر في عام 1922 ميلادي، وتنص هذه الفرضية على أن القارات مجتمعة معا في قارة واحدة بانجيا قبل 200 مليون سنة، ثم انجرفت حتى وصلت إلى مواقعها الحالية. وكذلك عرفنا الأدلة التي تدل على حركة الصفائح: التكوينات الصخرية والأحافير والمناخات القديمة. وكذلك أعزائي الطلاب، تعلمنا لماذا لم تحظى فرضية الانجراف القاري بالقبول في البداية، ويعود ذلك لسببين: السبب الأول لم تبين القوة المسؤولة عن حركة القارات، والسبب الثاني لم تبين آلية حركة القارات. أعزائي الطلاب، وبذلك انتهى درس اليوم. أتقدم بالشكر الجزيل لكم، ونلقاكم قريبا إن شاء الله في درس آخر من دروس علم الأرض المستوى الخامس لطلاب المرحلة الثانوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.